مخبزان رئيسيان لتأمين الطلبات في شمال العاصمة الأوكرانية كييف، شانتا الذي دمره القصف الصاروخي، وتسار خليب الذي لا زال يمد السكان بحاجاتهم اليومية، وكلاهما تابعان للمجموعة الأوكرانية خليبني إنفستسي التي تملك 8% من سوق المخبوزات الأوكراني. يقع المخبزان على مسافة 8 كيلومترات تقريباً من خط الجبهة، وقد فقد معظم العمال، بينما تقطعت السبل بالزبائن في المناطق المحتلة أو فروا بعيداً عن القتال. работать во время войны было непросто. Было много проблем, трудностей, связанных и с людьми, и с поставками сырья, и с отгрузкой готовой продукции. رغم أن المصنع واصل الإنتاج في بداية الحرب، فقد أصابته الصواريخ في شهر مارس الماضي واحترق نصف المبنى، وقد وقع الهجوم خلال حظر تجول دون إصابات، وتم فتح تحقيق لتحديد ما إذا كان الروس قد انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا هذه البنى التحتية المدنية عمداً. То фізична особа чи юридична може допомогти не тільки нам, не тільки Чанті, а й іншим підприємствам харчової галузі України, які постраждали внаслідок Російської Федерації, обстрілу Російської Федерації. وبحسب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغل، ألحقت الحرب أضرارا جسيمة ب200 مصنع أو شركة كبيرة، وبلغت الخسائر حوالي 5 ملايين يورو، وحتى شركات التأمين قد ترفض تغطيتها.